أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع عدن الغد، شرطة عدن تلاحق متهما ألقى قنبلة على موكب عرس في المدينة. من موقع العرب الجديد، آلاف اليمنيين والأفارقة يخاطرون بحياتهم يوميا للعبور إلى السعودية. وفي الأخبار الأكثر قراءة، الخطوط الجوية الهندية تسرح 34 موظفا بسبب وزنهم الزائد. أهلا بكم. بحسب إحصائيات أولية وردت في موقع الوحدة وينت، فقد خلفت الألغام التي زرعها المتمردون في عدد من المناطق بمحافظة تعز نحو 17 قتيلا و42 جريحا في صفوف المدنيين خلال العام الفائت 2016. وقال الموقع إن الميليشيات زرعت الألغام في كل المناطق التي تواجدت فيها داخل المدينة وفي الجبال والهضاب وعلى مشارف القرى التي اضطرت للانسحاب منها بعد هزيمتها. وأضاف الموقع، تعد عمليات زرع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الآهلة بالسكان والتي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح في مختلف المناطق اليمنية جرائم حرب ضد الإنسانية محرمة دوليا. أصدرت وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب تقريرها لشهر فبراير، أكدت فيه أن جماعة الحوثي ارتكبت خلاله أكثر من 309 انتهاكا وجريمة تصدرتها جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بعد 182 من بينهم معلمون، وتتوزع الجرائم على معظم مديريات المحافظة. ووفقا لموقع المشاهد نت، فقد كشف التقرير عن 16 جريمة قتل، من بينها جريمتا قتل نتيجة اشتباكات مسلحة بين حوثيين أدت إلى مقتل رجل وامرأة في العدين والمخادر بحادثتين منفصلتين، فيما بلغ عدد المصابين وفق التقرير إلى 22 إصابة بينها إصابات بالغة. وأشارت التقارير إلى حصول أكثر من 45 جريمة اقتحام منازل ومؤسسات ومحلات تجارية، فيما بلغت المنازل والمحلات المنهوبة نحو 19 حالة نهب تم رصدها. دكان زرع المظالم، تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في يمن مونيتور عن مكاتب الميليشيا الحوثي التي اخترعتها لأجل جني الأموال من المواطنين ونهب حقوقهم. وقالت الكاتبة، حين تفشت الحوثية في المدن وأخلت بشكل نظام الهزيل الذي كان قائما فيها وتسلمت كل مرافق الدولة واحتلتها، نصبت نفسها راعية للنظام والأمن وابتدعت في كل مكان ما يسمى بمكاتب رد المظالم كنوع من إحلال نظامها الذي يعتقل كل من يعارض مسيرة الفوضى والدمار، وأيضا تتصيد كل صوت يعارض صيحتهم الكاذبة حتى امتلأت سجونهم التي استحدثوها بالمعتقلين. إن حقيقة هذه المكاتب ليست سوى دكاكين لتصدير الظلم إلى كل ركن في المدن المحتلة وإغراء الكثير بالانتقام وأذية الآخرين، فقد لجأ بعض أمراض النفوس لشكاوى كيدية انتقامية ضد آخرين لمجرد الثأر الحزبي أو الشخصي أو حتى البسط على حقوق وممتلكات الآخرين. المشرف الحوثي المسؤول على رد المظالم يجد في هذا بابا للرزق مفتوحا على مصراعيه، فبجوار النهب والبسط والبلطجة المعروفة لمشرفي الحوثي يتقاضون مبالغ من الظالم والمظلوم على حد سواء من المشتكي والمشتكى به. إن الوصف الدقيق لهذه التقنية الإجرامية هو مكاتب استنبات وزرع المظالم ورعايتها كي يجنوا ثمارها من أموال الناس بدلا من إعادة حقوقهم، حتى مفهوم الحق ورد الظلم لديهم لن يخرج عن دائرة أن أي حق هو حقهم، وأن أي رد لظلم هو ما كان في اعتقادهم ضدهم، وأن استباحة أموال الناس ونشر الفوضى بينهم هو طريق مسيرتهم الطبيعي. تصاعدت حدة الخلاف بين رجال الأعمال ومصلحة الجمارك التي يهيمن عليها الحوثيون. وقال موقع بوست إن الخلافات أتت عقب الإجراءات غير القانونية والازدواج الجمركي والابتزاز والتعسف الذي تمارسه غرفة الرقابة الجمركية
والذي وصل إلى حد القتل. واتهم تجار ورجال أعمال قيادة مصلحة الجمارك باختلاق المشاكل والعراقيل المؤدية إلى ابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها، وحذروا من دفع القطاع الخاص إلى التخلي عن مهماته في تأمين الإمدادات الغذائية إلى السوق في ظل هذه الظروف الصعبة الناجمة عن الحرب. ينقل موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية ما قاله سفير اليمن في ماليزيا إن سبب توقف الحسابات البنكية لليمنيين في بعض الدول يعود لفشل البنك المركزي اليمني في تقديم ما يثبت أنه قادر على القيام بواجباته وتنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكر عادل بحميد أنه استلم مذكرة من أحد أهم البنوك الماليزية التي يفتح معظم اليمنيين المقيمين في ماليزيا حساباتهم البنكية لديه، تشير إلى أن مجموعة العمل المالي الدولية FATF أدرجت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال. وبحسب المذكرة فإن المجموعة كانت قد أعطت مهلة كافية للبنك المركزي حين كان تحت سيطرة الحوثيين. وقال بحميد إن تلك الخطوة تعد الأسوأ، أو عفوا تلك الخطوة تعود إلى سوء إدارة جماعة الحوثيين للبنك، وأن الإجراء كان متوقعا بسبب عدم تجاوب إدارة المركز بصنعاء حينها مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وأمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية. باليستي يقصف قريتي. تحت هذا العنوان كتب راجع عمار مقالا عن قريته التي تعرضت للقصف من قبل الميليشيا ليلة 16 من يناير الفائت، وقال في مقاله المنشور في مدونة الجزيرة: وسط المرتفعات الغربية لمحافظة تعز تقع قريتي المواجر ذات طابع جغرافي وعر، ترتفع قليلا عن ما جاورها من قرى فيما تحيط بها الجبال من ثلاث جهات. ليلة 16 من يناير كانون الثاني 2017 أرخى الليل سدوله برفق وهدوء كعادته، وفي لحظة غفلة انطلق صاروخ باليستي لا يعرف إلى أين وجهته، وقع في الجنوب الشرقي للقرية، دمر منزلا ذا طابقين يملكه مغترب في مدينة نيوبورت البريطانية ويسكنه شباط بائع القاتل المظلوم وأسرته وأسرة أخيه. اتجه الجميع من رجال وشباب القرية إلى المكان لمحاولة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وألسنة اللهب تتطاير، لكن الصاروخ كان قد أباد جميع الذين كانوا في المنزل إلا طفلا انتشلوه بدون أطراف وحالته أخطر من الموت. القرية في مرتفع وشبه منعزلة ولا شيء فيها من وسائل الزمن الذي نعيش فيه سوى هذا الصاروخ. بجهود ذاتية وبتعاون من أهالي المنطقة والقرى المجاورة تم إخراج الجثث من تحت الركام في صورة مأساوية يصعب احتمالها. استمرت من التاسعة مساء حتى الصباح والجميع في ذهول، وراح ضحيتها أكثر من ثمانية أشخاص من أسرتين، وبين الضحايا خمسة أطفال أكبرهم لا يتجاوز عمره 7 سنوات. مات شباط بائع القاتل المظلوم وكل أفراد أسرته وهو يفكر في دفتر الديون الخاص بالزبائن أصحاب الفواتير الآجلة بسبب الأوضاع البائسة للبلاد. إلى موقع عدن الغد والذي عنون في أحد أخباره: انفجار قنبلة بحفل زفاف يخلف قتيلين وعددا من الجرحى والشرطة تتعرف على الجاني. وكشفت شرطة البساتين في عدن عن التعرف على هوية الجاني الذي رمى قنبلة على موكب عرس بعدن، حيث يقوم عناصر الشرطة بمتابعة الجاني بعد أن رمى القنبلة مخلفا قتيلين. تم نقل جثتهما إلى مستشفى الجمهورية وعدد من الجرحى. وقال مدير شرطة البساتين في تصريح لعدن الغد إن الشرطة تمكنت من معرفة هوية الجاني الذي قام برمي القنبلة على موكب عرس في دوار مديرية دار سعد. قال موقع الاشتراكي نت إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قيادي في صفوف ميليشيات الحوثي ومسلحين مجهولين في إب أسفرت عن إصابة 2 من مرافقي القيادي. وقال مصدر محلي للاشتراكي نت إن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين عقب نجاة القيادي الميداني للميليشيات من انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في حي المنصوب.
وذكر المصدر أن القيادي استقل سيارة أخرى بعد لحظات من انفجار العبوة الناسفة، غير أن مسلحين اعترضوه وتبادل مرافقوه النار معهم، وأدت الاشتباكات بين الطرفين إلى إصابة 2 من مرافقي القيادي الحوثي. ويتابع الموقع: طالت حملة اعتقالات شنتها الميليشيات العديدة من مالكي الدراجات النارية الذين تواجدوا بالحي عقب الحادثة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقول صحيفة العرب الجديد وتحت عنوان يمنيون يهربون عبر الحدود، إن ما زال آلاف الفقراء اليمنيين والمهاجرين الأفارقة يخاطرون بحياتهم للعبور إلى الأراضي السعودية رغم اشتداد المعارك على الحدود، حيث لا يجد اليمنيون خيارا غير التسلل إلى الأراضي السعودية والسعي إلى إيجاد فرص عمل، ويتولى البعض تهريب مدنيين من محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين. ويقول المواطن محمد عبد الله وهو من سكان المناطق الحدودية في صعدة: خسرنا أعمالنا بسبب الحرب، وأشجعني والدي على التسلل إلى مدينة نجران السعودية للعمل مع أحد الأقارب، وبعض الأشخاص من مديريتي نجحوا في رحلتهم عكسي أنا ومجموعتي، فقد عدنا أدراجنا. وكانت دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية أكدت أن ظاهرة تهريب الأطفال على طول الحدود اليمنية السعودية اقتصادية بالدرجة الأولى، وأشارت إلى أن أولئك الذين يعملون في التهريب يفضلون اختيار أطفال قد يوافقون على العمل كمتسولين، كذلك يستعينون بهم لتهريب البضائع عبر الحدود أو بهدف تشجيع أطفال آخرين على العمل معهم، وغالبية الأطفال والأهل لا يتخذون أي خطوات لمنع الأخطار المحدقة، وكثيرا ما يتعرضون للضرب والنهب ويعانون بسبب الجوع. وما زلنا في منظمة اليونيسف، حيث قالت المنظمة في بيان نشرته صحيفة الخليج الإماراتية إن أكثر من 1500 طفل يمني على الأقل قتلوا وأصيب 2450 بتشوهات منذ بدء الحرب. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثرين كازين ناشدت الأطراف المتحاربة والسلطات في عدن وصنعاء السماح بالوصول الإنساني إلى الجوع الذين سيلقون حتفهم إذا لم يحصلوا على المساعدات الغذائية والدعم اللازم. وقالت المسؤولة الدولية أيضا: أننا في سباق مع الزمن ولم نستطع إيصال المساعدات إلى أولئك الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، سوف نرى ظروفا شبيهة بالمجاعة في بعض المناطق الأكثر تضررا التي يصعب الوصول إليها، مما يعني أن الناس سوف يموتون. وإلى الحديدة، حيث قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: مسؤولون في قطاع الصحة حذروا من تدهور كبير في الخدمات الطبية في محافظة الحديدة في ظل استمرار سيطرة الميليشيا ومنع إيصال المساعدات والمخصصات المالية الخاصة بتشغيل المرافق الصحية بالمحافظة. هيئة مستشفى الثورة العام، أهم المرافق الصحية وأكبرها في الحديدة، أبلغت أن مخزونها من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية شارف على الانتهاء، وهناك مخاطر حقيقية تهدد القطاع الصحي على مستوى المحافظة. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة أطلقت مناشدة إنسانية لإغاثة 4500 مريض بالسرطان مهددون بالموت في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المحافظة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. نحو حل سياسي للأزمة اليمنية. مقال للكاتب عمر عبد العزيز والذي نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، وفيه قال: المستجد سياسيا في المعادلة اليمنية يتمثل فيما تناقلته الأوساط الإعلامية العالمية والمتعلقة بإحياء رؤية وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وما كان لهذا القول أن يكون له مغزى خاص لولا تصريح وزير خارجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر رؤية كيري منطلقا أساسيا للحل السياسي في اليمن. وقد ترافق كل ذلك مع انخراط ميداني أمريكي في الساحة اليمنية
بما يؤشر إلى رغبة الإدارة الجديدة في التركيز الخاص على الحالة اليمنية، بما يؤدي إلى حضور فاعل أكثر مما كان عليه الحال في بقية المناطق العربية الساخنة. ومن المؤكد أن ما تقوم به إدارة ترامب ليس مقطوع الصلة بالجهود السياسية السابقة لإدارة أوباما، رغماً عن التباينات الظاهرة في إدارتي الديمقراطيين والجمهوريين. فهذه التباينات تتصل غالباً بالشأن الداخلي الأمريكي، لكنها تتناغم عندما يتعلق الأمر بالمنطقة العربية. ولا يمكن تبعاً لذلك أن نشهد انعطافات حادة في الرؤية الأمريكية تجاه الأوضاع العربية والمحتدمة منها تحديداً، فالولايات المتحدة لا تغير أجندتها السياسية بين عشية وضحاها، ولا تتخلى عن براجماتية الدولة العالمية الناظرة لتعددية التعامل مع الملفات المختلفة. كشفت شركة ميرسير العالمية للاستشارات عبر بيان تفصيلي لها نشر في دوريتها السنوية عن قائمة أسوأ المدن في العالم من حيث تقديم الخدمات وتردي مستوى العيش أو العيش. بغداد في ذيل القائمة، بينما جاءت العاصمة السورية دمشق في الترتيب السابع قبل الأخير، وتليها بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى والعاصمة اليمنية صنعاء، وبورت أوبرنس عاصمة هاياتي والعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة التشاجية ناجمينا. ويقدم المسح الذي شمل 231 مدينة حول العالم معايير تساعد الشركات والمنظمات في تحديد الأجور وبدلات المصاعب للموظفين الدوليين. ويستخدم المسح عشرات المعايير مثل الاستقرار السياسي والرعاية الصحية ومستوى التعليم ومعدل الجريمة وخدمات النقل. وعن المدن الأفضل، قالت الشركة أن العاصمة النمساوية فيينا التي تقع على نهر الدانوب تعد الأولى عالميا، تليها مدينة زيورخ السويسرية وأوكلاند النيوزيلندية وميونخ الألمانية وفرانكفورت الكندية. ومن أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي، الخطوط الجوية الهندية تطرد 34 موظفا بسبب وزنهم الزائد. قال مسؤول شركة الطيران الهندية إير إنديا الحكومية أنه تم اتخاذ قرار بتسريح 34 فردا من طواقم الطائرات، وذلك بسبب وزنهم الزائد حرصا على سلامة الرحلات الجوية، حيث لا يعتبر المظهر الخارجي للشخص أحد الشروط الأساسية للعمل لدى الشركة. وأضافوا أن ما بين سلامة الرحلة الجوية ووزن طاقم الطائرة توجد علاقة مباشرة، حيث أثناء حالة الطوارئ لا يتوجب على الطاقم مساعدة الركاب فقط، وإنما تنظيم عملية الإجلاء. وأوضح ممثلو شركة الطيران أن التدابير المتخذة لمكافحة الوزن الزائد ليست فقط في الهند، وإنما في العديد من البلدان، وعلى وجه الخصوص في الصين، حيث يعتقدون هناك أن طاقم الطائرة ذا الوزن الزائد لا يستجيب بشكل كاف في حالات الطوارئ. إلى واحد من أهم الأخبار التي وردت في البي بي سي، ترامب دفع 38 مليون دولار ضرائب دخل عن أرباحه في العام 2005. أوضحت وثائق مسربة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع 38 مليون دولار كضرائب عن أرباح عدت 150 مليون دولار حققها عام 2005. ويؤكد مختصون أن التسريب يعتبر شديد الأهمية بسبب السرية المفرطة التي يفرضها ترامب على حساباته الضريبية أو حساباته الضريبية، ويعتبرون أن التسريب سيشكل مزيدا من الضغط على الرئيس الأمريكي للكشف عنها. ورغم أن نشر الوثائق الضريبية يعتبر منافيا للقانون الأمريكي، إلا أن مذيعة قناة MSNBC راشيل مادو قالت إنها تمارس حقها في نشر معلومات تهم الشأن العام. أهلا بكم في عالم ما بعد حقوق الإنسان. تحت هذا العنوان كتب سباستيان سترانجيو مقاله المنشور في فيورم بوليسي، والذي أعادت نشره صحيفة الغد. في عالم ما بعد حقوق الإنسان سوف تستمر أعراف ومؤسسات الحقوق العالمية في الوجود، وإنما بشكل أقل فاعلية باطراد، وسوف تكون هذه حقبة تتجدد فيها المنافسة
بين القوى العظمى، فيما وصفه روبرت كابلان بأنه عالم أكثر اكتظاظا وتوترا وقلقا، ولن يكون عالم ما بعد حقوق الإنسان خاليا من النضالات السياسية للقواعد الشعبية. مع ذلك، في كانون الأول ديسمبر الماضي طرح مركز رايت ستارت لاستشارات حقوق الإنسان اقتراحا لخمس استراتيجيات تستطيع المنظمات غير الحكومية استخدامها للتكيف مع الأزمة الوجودية التي تعرضها الأوقات الراهنة. ومن بين هذه الاستراتيجيات كانت حاجة هذه المجموعات إلى ترويج وإيصال أكثر فاعلية لأهمية حقوق الإنسان واستخدام المنصات الدولية بطريقة أوسع لإيصال الأصوات المحلية. بمفهوم أوسع، على مشروع حقوق الإنسان العالمي أن يتخلى عن ادعاءاته بالحتمية التاريخية وأن يهبط بالتالي إلى الواقع ويقوم بعرض قضيته على الناس العاديين. ومع تصاعد السياسة الاستبدادية فقد حان الوقت الآن لإعادة الانخراط في السياسة وتبني تكتيكات أكثر براغماتية ومرونة من أجل تقديم ما هو أفضل للإنسان. هنا كسبت الشعبوية اليمينية المتطرفة انتصاراتها المدمرة، وهنا أيضا سيخسر أو يكسب في نهاية المطاف النضال المقبل ضد نزعة الترامبية وتجلياتها. في فقرتنا المصورة، شبكة البي بي سي رصدت بالصور معاناة آلاف المدنيين الفارين من القتال في الموصل في ظل تقدم القوات العراقية لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من المدن. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.